اليوم بداية الموسم السياسي بشكل رسمي في المغرب، افتتاح البرلمان الدورة الخريفية، الملك محمد السادس سيترأس الجلسة الافتتاحية ويلقي خطابا بالمناسبة. للتعليق على الخبرين يلتحق بنا مباشرة من العاصمة الرباط المحلل السياسي عبد الفتاح نعوم، الدكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. سي عبد الفتاح نعوم، صباح الخير ومرحبا بك معنا على شذا فم. صباح الخير سي كريم وشكرا جزيلا على الاستضافة. مرحبا بك. بداية موسم سياسي ربما حافل في المغرب بمجموعة من الأحداث، مع زلزال الحوز إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، فوز المغرب بتنظيم كأس أمم إفريقيا وكأس العالم، احتضان القمة العربية الروسية في المغرب، ومجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة المغربية. هذا المشهد كيف سوف يؤثر على بداية الموسم السياسي، على افتتاح البرلمان، وما ننتظره سي عبد الفتاح نعوم خلال الخطاب الملكي عشية اليوم؟ طبيعة الحال أجندة التشريع في كل سنة تأثر بالمعطيات الأساسية الموجودة في بيئة التشريع، لأنه التشريع أو مؤسسة تشريعية دائما تتصرف داخل بيئة فيها مجموعة من المعطيات، مجموعة من الإكراهات، وأيضا مجموعة من الانتظارات، انتظارات المواطنين. القضايا الكبرى التي تكلمت عنها إضافة إلى أوراش كان قد أطلقها جلالة الملك والتي ينبغي أن تستمر فيها المؤسسة التشريعية، باعتبار أنه المغرب هو عبارة عن مجموعة أوراش مفتوحة عابرة للسنوات التشريعية، عابرة حتى الولايات الانتدابية التشريعية، وعابرة حتى لعمر يعني المؤسسة، يعني مؤسسة يعني الولايات التشريعية. بالتالي لابد من هذه السنة أن تتناول هذه الملفات من مداخل تشريعية ذات طبيعة قطاعية. مثلا على سبيل المثال حينما نتكلم عن تنزيل واستمرار واستكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، نتكلم عن تجفيف آثار فاجعة زلزال الحوز، حينما نتكلم أيضا عن ملاقاة ومواكبة وملائمة التشريعات الوطنية ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية مع ما انتهت إليه اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد العالمي من تأكيد على أن المغرب هو البلد الأكثر استقرارا في القارة الإفريقية والأكثر قدرة على مواجهة الصدمات، وأيضا الذي بإمكانه أن يتوفر على خط مرن في القارة الإفريقية بأكملها. ثم هناك اعتبار يعني المغرب أنه سينظم كأس العالم في العام 2030، وتحضيرات ينبغي أن تبدأ من الآن، وبالتالي مجموعة من القطاعات ومجموعة من القوانين ينبغي أن تتلائم مع هذا الاستحقاق الدولي العالمي الهام. هناك أيضا اعتبارات أخرى مرتبطة أيضا بمثلا استكمال تنزيل مضامين ومخرجات النموذج التنموي الجديد التي بدأت ربما قبل سنتين وستستمر. فبالتالي المغرب هو عبارة عن مجموعة تحديات يرفعها، لا بد أن تواكبها هذه السنة التشريعية. نعم. طيب سي عبد الفتاح نعوم، من المتوقع ربما أن الملك محمد السادس في خطابه اليوم أمام نواب الأمة والمغاربة، من المتوقع أن يحمل البرلمانيين بشكل عام مسؤولية مواكبة هذه الدينامية السياسية الاستراتيجية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا في المرحلة الراهنة، والتحديات التي ترفعها، وكذلك المشاريع والأوراش الكبرى التي تدخلها في المرحلة المقبلة على امتداد 10 سنوات قادمة. هذا ما يجرني للتساؤل معك، ما هو المنتظر من السياسيين بشكل عام ومن نواب الأمة داخل البرلمان بغرفتيه في إطار هذه الدينامية؟ لا، هو دائما يعني مسألة مهمة جدا فيما يتعلق يعني بخطب صاحب الجلالة. يصعب أن نتوقع، لأنه صاحب الجلالة دائما ما يعني يسبق توقعاتنا بشكل كبير جدا، لأنه معروف أنه صاحب الجلالة يعني يحتكم ويمتلك نظرة استراتيجية تنتبه إلى أشياء كثيرة لا ننتبه إليها يعني الفاعلون المحللين ولا حتى الفاعلون السياسيون.
وبالتالي يصعب التوقع. لكن الذي ينبغي أن نركز عليه وأن صاحب الجلالة دائما يعني هو يحمل هذا الهم، يعني هم القضايا الكبرى التي فيها انتظارات المواطنين وأيضا فيها رهانات المغرب الكبرى. يعني صاحب الجلالة يعني يتعامل مع المسألة التشريعية ومع المؤسسات التشريعية في نطاق ما هو محدد لها دستوريا بطبيعة الحال. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة؟ النواب البرلمانيون اليوم ما الذي يمكن أن ينتظره منهم المغاربة في إطار هذا الدينامية؟ أنا أتكلم عن التشريع. البرلمانيون هم صناع القانون، مصنع القوانين، ولا يمكن لهذه الأوراش كلها التي نتكلم عنها لا حماية اجتماعية ولا تجفيف آثار الفاجعة ولا استحقاق كأس العالم. كل هذه الأمور تحتاج إلى قوانين، تحتاج إلى نصوص تشريعية تنظم مجموعة من القطاعات، يعني من السير إلى الأسرة إلى الاقتصاد إلى يعني قانون الإضراب إلى معالجة مشكلة رجال التعليم. مجموعة من القطاعات تحتاج إلى أن تواكب من حيث التشريع لكي يكون المغرب مستعدا لهذه الاستحقاقات ويكون متأهلا لها بما تحمل الكلمة معنا. مثلا أنا على سبيل المثال نتكلم عن كأس العالم، كأس العالم ننتظر أن يواجه المغرب بحملات وأن يواجه المغرب بمجموعة من محاولات تشويش الإقليمية والدولية، وبالتالي ينبغي أن يواكب التشريع هذا التحدي وأن يرفعه وأن يذهب في اتجاه يعني تمنيع المغرب، تمنيع المغرب من يعني مجموعة من المحاولات اليائسة المعروفة التي بدأت من الآن. بالتالي مجموعة قوانين ينبغي إصلاحها، مجموعة تشريع